مشاهدينا ومرحب بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا. فقرتنا الرابعة فعالية إتقان اتفاقية شركاء المواني. معنا داخل الاستوديو الأستاذ محمود إبراهيم جيلي، عضو اللجنة التنفيذية لتسيير غرفة المصدرين ونائب رئيس شعبة الحبوب الزيتية. أهلا ومرحب بك. مرحب بكم، شكرا جزيلا على هذه السانحة، وشكرا لقناتكم السباقة. إن شاء الله اليوم نتناول فعاليات اتفاقية شركاء المواني. أهلا ومرحب بك أستاذ مامون، كلمنا طوال عن شركاء المواني. شركاء المواني اللي احنا بنعني بهم كل الجهات المشتركة في عملية العملية الاقتصادية اللي بتتم في المواني. العملية الاقتصادية اللي بتتم في المواني يقوم بها مستوردين، مصدرين، هيئة المواني البحرية، الجمارك، الجهات الحجرية بما فيها المواصفات، الوقاية، وقاية النباتات، مشاكل ذلك. فديل كلهم بيشتركوا في كل العمليات اللي بتتم في المواني من صادر أو وارد. طيب من وين نشأت الفكرة لفعالية إتقان؟ نعم، سؤال جيد. بفتكر أنه المشكلة اللي حاصلة في المواني في الفترة الأخيرة من تأخير غير مسبوق في عمليات المناولة للمواني لفترات تفوق الشهرين والثلاث شهور، مما يؤثر سلبا على سير حركة الواردات والصادرات. نبعت من هنا الفكرة بتاعت المبادرة. طيب يا أستاذ مامون، من هم أصحاب المبادرة؟ أصحاب المبادرة هو الاتحاد الغرفة التجارية، ممثل في الغرفة القومية للمصدرين وهي الانيشيتر، والغرفة القومية للمستوردين، وبرعاية من كريمة من السيد علي جدو وزير التجارة الاتحادي إن شاء الله تقوم المبادرة. والمبادرة لما طرعت الفكرة بتاعتها قام وفد من اتحاد المصدرين والمستوردين بزيارة الميناء بورسودان اللي هو الأكبر، وطرح الفكرة بتاعت المبادرة على الشركاء individually كلنا على حدة. يعني بدأنا بالمخلصين، وكلاء المخلصين عندهم اتحاد، وتناقشنا عن كل ما يعيق الحركة بتاعت انسياب الصادرات والواردات، وأجمعوا معانا على أساس أنه لا بد من حلول. فوصلنا لاتفاق، مضوا معانا، استصحبناهم معانا إلى وكلاء شركات الملاحة، وبنفس الغدر هم تفهموا الوضع بتاع الميناء واللازم سرعة العلاج بتاعه، واستصحبنا معانا الاثنين ديل للجمارك، وبرضو مشكورين، تفهموا الموضوع ووقعوا معانا على الاتفاقية. والكل راح لهيئة المواني اللي هي المعنية بإدارة المواني بالصورة المباشرة، برضو وقعوا معانا الاتفاقية. الآن الاتفاقية بعد ذاك ليتر جات الجهات الحجرية اللي هي المواصفات والوقاية، ديل جزء أصيل من شركاء المينا، وما ننسى جزء أصيل خالص في العملية بتاعت المواني اللي هم العمال النقل والتفريق في المينا، برضو جلسنا معهم. والكل يستوعب تماما الإشكال الواقع على المينا. المينا ده بيشكل الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد السوداني. يعني من دون حركة بتاعت انسياب سلسة في المواني تتعسر عمليات الصادر والوارد. تعسر عمليات الصادر يؤثر سلبا على استجلاب العملة الصعبة اللي هي تؤثر إيجابا على تقليل الشقة بتاعت ميزان المدفعات المعروف بالنسبة للسودان. فظلت المشكلة لفترة طويلة، كان لابد من الوصول لاتفاق يضمن سرعة وانسياب الصادرات بصورة
يعني مرضية في نفس الوقت بصورة محوكمة، على اعتبار أنه يتعرف أزمان بطريقة قاطعة، تعرف تكاليف بطريقة قاطعة، وكل شريك في العملية يؤدي دوره بالصورة المثلى عشان نصل للشيء الطبيعي اللي بيحصل في كل الموانئ. احنا ميناء بور السودان يتمتع بموقع جغرافي يؤهله لأنه هو يخدم مجموعة بتاع الدول مغلقة، يعني جنوب السودان، أثيوبيا، يمكن يوغندا، كينيا، ممكن يحقق منهم عوائد لصالح حكومة السودان تفوق العجز بتاع ميزان المدفوعات. طيب أستاذ مامون، الشركاء اللي أنت ذكرتهم ديل، هل كلهم متضررين من الخلل الموجود في الميناء؟ وهل هيجنوا فوائد من هذه الاتفاقية؟ بالضرورة هم متضررين، يعني هم كمقدمين للخدمة دي، وفي نفس الوقت جهات إرادية، يعني احنا جمارك بتاعت السودان مقدم للخدمة ولكن هي جهة إرادية. إذا زاد يعني دوران العملية بتاعت الاستيراد والتصدير، ديفينيتلي هم مستفيدين أكبر، هيجنوا إيرادات أكبر، وبالتالي هيئة المواني وحتى الجهات الحجرية يعني بتحقق عوائد وبتقدم الغرض الأساسي بتاعها بأنه بتيسر انسياب الحركة الاقتصادية عبر المواني. طيب الهدف الأساسي للمبادرة شنو؟ الهدف الأساسي للمبادرة هو سرعة انسياب الصادرات والواردات، اللي هي من الفترة الأخيرة زي ما أنا شرحت لكم أصبحت تأخذ من الأزمان ما هو يعني أضعاف الشيء المتبع في المواني المجاورة. يعني على سبيل المثال العملية بتاعت الصادر كانت بتتم بعد ما يتم تستيف البضائع داخل الحاويات وتكتمل الإجراء الجمركي وإجراء المواني بين الأسبوع إلى 10 أيام، أصبحت تصل لأزمان تتراوح بين 2 إلى 3 أشهر، مما يجعلها يعني غير يعني مقبولة لكل الأطراف المتعاملين، لو كان مصدر أو مشتري خارجي أو اقتصاد سوداني بما يعود عليه من نفع من سرعة دوران العملية الاقتصادية. نعم. كما أسلفت أنه أنتم بصدد التوقيع على اتفاقية قادرة أنها تنعش الاقتصاد السوداني من خلال الميناء، فمتى سيقام حفل التوقيع؟ وهل يعني في حضور من المسؤولين؟ والهدف الرئيسي من اللقاء ده شنو؟ نعم، بس تصريح، نحن يعني بالفعل تم الاتفاق وتم التوقيع على الاتفاقية من الشركاء اللي أنا ذكرتهم لك. أن إحنا منتظرين إن شاء الله يوم غدا الاثنين الساعة 7 مساء ببرج الغرفة التجارية بشارع الجمهورية حفل لإضافة توقيع وزراء القطاع الاقتصادي عشان تصبح الاتفاقية يعني برنامج بتاع عمل بتاع دولة، يعني ملزم لكل الأطراف المتعاملين عشان نصل بها للهدف المنشود، وهو يعني سرعة انسياب الصادرات. في حدث مهم جدا، يعني في خلال الشهرين الماضيات أصدر مجلس الوزراء مرسوم بقيام النافذة الموحدة، ما يعرف بالنافذة الموحدة. النافذة الموحدة دي هتجعل كل العمليات بتاعة الصادر والوارد تتم من ديسك واحد، فده بيقلل الظل الإداري كتير، بيخفض الفترة بتاعة الأزمان المستغرقة من وإلى. يعني كل الشركاء الذين يتعاملون في عملية الاستيراد والتصدير هيتواجدوا في يعني ديسك واحد زي ما شرحت لك، ويقوموا بكل الإجراءات المطلوبة بسلاسة في زمن قصير جدا بإفشنسي عالية كما هو متبع في العالم. ده شغل جميل شديد، وربنا إن شاء الله يوفقهم يا رب. شكرا لك أستاذ مامون إبراهيم جالي، عضو اللجنة التنفيذية لتسيير غرفة المصدرين ونائب رئيس شعبة الحبوب الزيتية. شكرا لك كثير ونورتنا. شكرا لكم جزيلا، ونحن ننتهي هذه السانحة وندعو جميع المهتمين بالقطاع الاقتصادي إلى برج اتحاد الغرفة التجارية غدا إن شاء الله الساعة 7 مساء
لحضور فعالية التوقيع النهائي على الاتفاقية من وزراء القطاع الاقتصادي، ومن ثم الاستمتاع بندوة تعدد مزايا النافذة الواحدة. ونسأل الله التوفيق والسداد للسودان والجميع. شكرا لكم مرة أخرى، أنا في يدي تحت هذه الفرصة. موفقين إن شاء الله. بارك الله فيك. فاصل مشاهدين، خليكم قراب.